كارلو أنشيلوتي، المدرب الإيطالي اللي صال وجال في أوروبا وحقق الكثير من الإنجازات، كان معروف أنه من عشاق الكاتيناتشو ووفي للخطة 4-4-2، الخطة اللي كلفته جيان فرانكو زولا اللي انتقل لتشيلسي بسببها. يقول أنشيلوتي: زولا غادر بسبب خطتي 4-4-2، كان يحب يلعب وراء المهاجمين، لكن هذا الأمر لا وجود له في خطتي. وفاء أنشيلوتي لخطته حرم فريقه بارما كذلك من خدمات الأسطورة روبرتو باجيو. وعنه قال كارلو: ما كانت عندي الرغبة وقتها أغير خطتي عشان اللاعب، وعشان كذا ما وقعت مع باجيو، لكن لو رجع بي الزمن راح أوقع معاه بكل تأكيد. طبعا أنشيلوتي في 1997 مع بارما حل ثانيا في الدوري، فرق نقطتين بس عن يوفنتوس، لكن 13 فريق في ذاك الموسم سجلوا أكثر من فريقه. في 1999 انتقل كارلو إلى اليوفي عشان يخلف مارشيلو ليبي، ووقتها وقبل شهر من قدوم أنشيلوتي زيدان كان قد أعلن نيته الرحيل، وخطة كارلو اللي ما فيها مكان للاعب خلف المهاجمين كانت كفيلة بتدعيم قرار رحيله. وهنا كارلو كان أمام خيارين: الخطة أم زيدان. وعن هذا قال: لم أفكر كثيرا، سأغير الخطة، فهذا زيدان. بالفعل غير كارلو خطته وبقى زيدان في يوفنتوس، وكان زيدان لأنشيلوتي كالحب للإنسان يخليك تغير مبادئك.